النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن circumference of the circle. أول حاجة يعني عاوزين نعرف يعني إيه circumference. circumference يعني البريمتر. طب يعني إيه البريمتر؟ البريمتر ده إحنا خدناه في تالتة ابتدائي وخدناه برضو في رابعة ابتدائي. لو عندنا شكل زي كده ده سكوير وكنا عايزين نجيب البريمتر بتاعه، فدون السكوير. البريمتر يعني أول حاجة البريمتر يعني اللاين surrounded a figure، يعني الخط اللي بره ده. طب ده عشان نعرفه كنا بنعمل ايه؟ كنا نقيس كده بالرولر، هيطلع هنا مثلا 4 سنتيمتر، يبقى ده 4 يبقى ده 4 يبقى ده 4، يبقى كله يطلع كام؟ 4 سنتيمتر. وكنا بنجيب البريمتر ازاي بالنسبة للسكوير؟ كنا بنقول بريمتر of the square، وكنا بنقول السايد لينث تايم 4، تمام؟ يبقى البريمتر يعني الشكل اللي بره اللي هو البرواز ده، وهنا سكوير، فالفور سايدز ار ايكوال، لو واحد فور يبقى كله فور، فنقول يبقى فور تايم فور. خدنا بعد كده الريكتانجل. الريكتانجل ليه لينس وليه ويتس. اللينس كم مرة؟ مرتين، والويتس مرتين. فعلشان كنا نجيب البريمتر of الريكتانجل، فكنا بنقول ايه؟ اللينس بلس الويتس تايم 2. طبعا اللينس دون ممكن نقيس كده بالرولر، نشوف اللينس كام، يطلع مثلا 6، ونقيس الويتس يطلع 3، فكده بنقول ان هو 6 بلس 3 تايم 2، طبعا 9 تايم 2 هيدينا 18، ده كده بالسنتي نبقى نكتب 18 سنتيمتر. نيجي بقى لدرس النهارده اللي هو بيتكلم عن السيركونفرنس للسيركل. كلمة circumference للسيركل اللي هو برضو نفس الكلام البريمتر بتاع السيركل. طب هنا في الريكتانجل بنقيس اللينس والويتس، والسكوير بنقيس السايد. طب ده هنقيسه ازاي؟ لو جينا بالرولر كده هنيجي نقيس، هنقعد نلف 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 نلف، هتبقى الدنيا صعبة، تمام كده؟ فالعلماء بقى ايه احتاروا. فزمان عشان يجيب عندنا سيركل كانوا يجيبوا السيركونفرنس بتاعها يعملوا ايه؟ يجيبوا خيط ويلفوه حوالين السيركل كده around the circle، وبعد كده الخيط ده يفردوه ويقيسوا السيركونفرنس قد ايه. قعدوا ايه على كده على طول، فايه كانت بالنسبة لهم مشكلة. هنا السكوير سهل والريكتانجل سهل، لكن السيركل كل مرة هيلفوا خيط على العجلة مثلا، لو ويل يلفوا عليها خيط، فكانت الدنيا بالنسبة لهم بتبقى صعبة. فجي واحد عالم عمل ايه بقى؟ جاب سيركل زي كده ولف حواليها خيط، فهنا الخيط اللي بره ده طلع طوله قد ايه؟ 22 سنتيمتر. طبعا واحنا عندنا من اول هنا لهنا عارفين من الترم الاولاني ان ده كله اسمه دايمتر، فهنا هنا السيركونفرنس 22 والدايمتر 7، فعمل ايه بقى؟ عمل الاثنين دول ديفايد بعض، طلع 22 اوفر 7. جاب سيركل تانية اكبر شوية وقاس برضو السيركونفرنس اللي بره، طلع 31.4، والديامتر بتاعها طلع كام؟ طلع 10. عمل الاتنين ديفايد ببعض، 31.4 ديفايد 10 طلع 3.14، اللي هي تقريبا برضو 22 اوفر 7. جاب سيركل اكبر شوية، السيركل الكبيرة دي عمل لها برضو السيركونفرنس بتاعها كان 62.8، وجاب الدايمتر بتاعها اللي هو دون طلع 20، وعمل الاثنين ديفايد بعض 62.8 ديفايد 20 طلعت برضه 3.14. فالراجل استغرب، لما كان ده السيركل صغيره فهي طلع 22 اوفر 7 اللي هي تقريبا 3.14. طب السيركل لارجر طلع نفس النظام، هنا برضه السيركل اكبر طلع 3.14. فهو بقى استفاد ايه؟ قال في ريليشن، في علاقه بين السيركونفرنس وبين الدايمتر. فلما يعمل السيركونفرنس ديفايد الدايمتر كل مره بيديله رقم ثابت، الرقم الثابت ده سماه باي. يبقى كل ما يعمل علاقه بين السيركونفرنس والدايمتر الاثنين ديفايد بعض ادانا حاجه اسمها ايه؟ باي. فاخترع بقى علاقه جديده، قال مش كل مره عشان اجيب السيركونفرنس الف خيط على السيركل. فقال ايه؟ قال انا لو عملت الدايمتر تايمز الباي يبقى انا جبت الايه؟ السيركونفرنس. يبقى هو اخترع علاقة جديدة ازاي يجيب السيركونفرنس، مش كل مرة بقى يقعد يلف حبل والكلام ده، لا، قال لو عندي الدايمتر موجود
والباي انا عارفها اللي هي اما 22 اوفر 7 او 3.14. اعمل الاثنين تايم بعض يدينا مين؟ يدينا الدايمتر. يبقى هنا اللي يدينا سوري السيركمفرنس، يبقى السيركمفرنس ايكوال الدايمتر تايمز مين؟ تايمز الباي. طب الدايمتر ده كله اللي هو الدايمتر، طب الدايمتر عارفينه هو كام ريدياس؟ 2 ريدياي. يبقى هو ممكن يشيل الدايمتر ويحط مكانه كام ريدياس؟ 2 ريدياس. فعمل علاقة جديدة اسمها 2 باي ار. العلاقة دي هي العلاقة دي. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ لو المسألة فيها دايمتر هستخدم الدايمتر، لو فيها ريدياس هستخدم الريدياس. يبقى اللي احنا مطلوب مننا اننا احنا نعرف كل اهم حاجة ان السيركونفرنس دايمتر تايمز الباي او السيركونفرنس 2 باي ريدياس، يعني 2 تايمز الباي تايمز الريدياس. يبقى الكلام اللي احنا قلناه نراجعه تاني كده. يبقى البريمتر بتاع السكوير عارفين ان هو السايد لينس تايم الفور. طب البريمتر الريكتانجل، الريكتانجل فيه لينس ويدث، بنقول اللينس بلس الويدث تايم 2. طب السيركمفرنس بقى لاي سيركت، ده بقى المهم بقى درس النهارده. السيركمفرنس هنعمل الباي تايم الدايمتر او الدايمتر تايمز الباي او 2 باي اي، يعني 2 تايمز الباي تايم الريديوس. طبعا البريمتر لاي بوليجون اي شكل زي كده مثلا تراينجل، فبعمل الثري سايدز دول بلس. تمام، نشوف بقى المسائل. يبقى اهم حاجه في الكلام اللي احنا قلناه كله ان السيركمفرنس ايكوال ايه؟ 2 باي ار او الدايمتر تايمز الباي. لو المساله فيها ريدياس هستخدم القانون ده، لو في دايمتر هستخدم القانون ده. طب الباي ده احط كام؟ الباي في المساله هيقول لي 22 اوفر 7 او يقول لي ان الباي ايكوال 3.14، وزي ما يدينا في المساله اكتبها. طب لو ما ادينيش دي ولا دي اكتب باي بس. نشوف المساله ازاي. بيقول لي find the circumference of circle، يبقى هو طلب مين؟ طلب السيركمفرنس. طب هو قانون السيركمفرنس، انا عندي قانونين، يا اما اقول له 2 باي ار او الدايمتر تايمز الباي. طب استخدم انهي؟ اقرا المساله ونفهمها، ومن المساله اعرف الجيفن اللي انا هعوض بيه. قال لي هنا في المساله الراديوس بكام؟ ب 7. هو اداني كام؟ اداني الراديوس ايكوال 7، واداني مين كمان؟ واداني الباي. يبقى انا كده هستخدم القانون الاولاني ولا التاني؟ لا، اللي فيه الراديوس الاولاني. يبقى اقول له السيركمفرنس ايكوال 2 باي ار. يعني ايه 2 باي ار؟ يعني 2 تايمز الباي اللي هي 22 اوفر 7 تايمز الار اللي هي كام؟ ال 7. واعملها بمخي بالكالكوليتور، ال 7 ترم على ال 7 و 2 تايم 22 هتطلع 44 سنتيمتر. طب نعمل مسألة تانية. فايند ذا سيركمفرنس، برضه عايز السيركمفرنس. يعني ايه السيركمفرنس؟ اللي هو بره السيركل ده. الراديوس ب 10.5، يبقى كده الراديوس في المسألة 10.5 سنتيمتر، والباي اهو. يبقى هستخدم انهي قانون؟ القانون اللي فيه مين؟ الراديوس. طب السيركمفرنس ايكوال ايه؟ 2 باي ار. يعني ايه 2 باي ار؟ يعني 2 تايمز الباي اللي هو 22 اوفر 7 تايمز 10.5. تمام، ونعملها بقى تطلع زي ما تطلع، هتطلع تقريبا 66 سنتيمتر. تمام كده. نشوف المسألة اللي بعد كده. find the circumference، يعني السيركمفرنس يعني اللاين اللي بره ده لمين؟ لسيركل. ادانا المرة دي بقى مين؟ ادانا الدايمتر. الدايمتر ايكوال كام؟ ايكوال 10 سنتيمتر. ومين تاني موجود؟ وادانا الباي. طب انا عندي كام قانون؟ قانونين. قانون بيقول ايه؟ 2 باي radius او الدايمتر تايمز الباي. طب استخدم مين؟ ده الدايمتر الموجود. يبقى هستخدم الايه القانون التاني ده. يبقى اقول له السيركمفرنس ايكوال الدايمتر تايم الباي، الدايمتر 10 تايم الباي اللي هو في المساله دي بقى المره دي 3.14، وتطلع 31.4 سنتيمتر. نشوف المساله اللي بعد كده. فاين سيركمفرنس اوف سيركل، الدايمتر موجود وادي الباي. يبقى هستخدم عن القانون، القانون اللي فيه الدايمتر. طب السيركمفرنس ايكوال ايه؟ الدايمتر تايمز الباي. الدايمتر بكام؟ 21 تايمز الباي اللي هو 22 اوفر 7 فيها ال 1 فيها ال 3 تطلع 66 سنتيمتر. ولو عملتها في الكالكوليتور برضو ادينا 66 سنتيمتر. نراجع الكلام اللي احنا قلناه لان التكرار يعلم الشطار. بيقول لي circumference of circle، في كام قانون؟
في قانونين، القانون الأولاني الدايمتر تايمز الباي، طب القانون التاني اللي هو 2πr. بيقول لي the circumference of the circle whose diameter، ده مين؟ ده الدايمتر، الدايمتر بكام؟ الدايمتر بسبن، وده مين؟ الباي. انا عايز اجيب السيركونفرنس اللي هو اللي بره ده، تمام. ادينا الدايمتر بكام في المسألة؟ الدايمتر بسبن، والباي بكام؟ ب22/7. طب انا عشان اجيب اللي بره ده بعمل الدايمتر والباي ايه؟ بعمل الاتنين تايم، يبقى اقول له الدايمتر سيركونفرنس ايكوال دايمتر تايم الباي، الدايمتر از ايكوال 7 تايم الباي 22/7، هتطلع 22 سنتيمتر. اللي بعد كده بيقول لي الدايمتر ايكوال 2 تايم مين، يعني الدايمتر توايس مين؟ مش ده كده كله الدايمتر؟ هو الدايمتر ايه؟ ريديوس وريديوس، يبقى هو كام ريديوس؟ 2 ريديو، يبقى 2 تايمز الريديوس. المسألة اللي بعد كده اللونجست كورد، طبعا كلنا عارفين اللونجست كورد اللي هو مين؟ اللونجست كورد اللي هو ده، اللي هو مين؟ اللي هو الدايمتر. الدايمتر بكام؟ ب14. طبعا الطلبه بقى ايه فهمت خلاص، عايز اجيب مين؟ السيركونفرنس، وادي الباي موجود. طب طالما الدايمتر موجود والباي، عشان اجيب السيركونفرنس اللي بره ده بعمل الاثنين دول ايه تايم، يبقى هنعمل ال14 تايم 22/7، دي فيها ال1 وهنا فيها ال2، هتطلع كام؟ 44 سنتيمتر. بيقول لي لو الراديوس ب5، هو هنا المرة دي عاوز يجيب اللينس بتاع اللونجست كورد. طب مين اللونجست كورد؟ ده اللونجست كورد ده اللي هو مين؟ الدايمتر. طيب الراديوس ب5، ادي السيركل اهي، الراديوس اللي عندي دون لغاية هنا ده 5، يبقى اللونجست كورد اللي هو الدايمتر هيطلع كله بكام؟ هيطلع ب10 سنتيمتر. المسألة اللي بعد كده بيقول لي الراديوس لينس اوف سيركل اكس، هو احنا عارفين الراديوس ار، هو بدل ما يكتب ار كتب ايه؟ كتب اكس، يعني مفيش اختلاف. قال لي عايز يجيب السيركونفرنس. هو قانون السيركونفرنس ايكوال ايه؟ 2πr، بس هو هنا قال لك اكتب بدل الار نكتب مين؟ اكس، يبقى الحل ايه؟ هتبقى 2πx. طب لو كتب واي يبقى اقول له 2πy، لو كتب كي يبقى 2πk. بيقول لي هنا the diameter length of circle whose radius length 4، يبقى انا عندي هنا سيركل مش كده؟ الراديوس ده بكام؟ ب4. هو عاوز يجيب مين؟ عايز يجيب الدايمتر كله. دايمتر، يبقى هنا 4 و4 يطلعوا كام؟ يطلعوا 8 سنتيمتر. بيقول لي هنا لو الراديوس بتاع السيركل 20، الراديوس بكام؟ ب20. عاوز اجيب السيركونفرنس. هو السيركونفرنس ايكوال ايه؟ 2πr، تمام، او ايكوال مين؟ الدايمتر تعمل باي. طب الباي بكام في الاجابه هنا اللي تشوز مدينا فيها باي، يبقى الباي دي هسيبها. طب لو الراديوس ب20 يبقى الدايمتر بكام؟ ب40، مش ال40 بعملها اللي هي الدايمتر تعمل باي، تبقى هي الحل كام؟ 40π، تمام كده. طب لو الراديوس ب30 يبقى 60π، لو الراديوس ب40 تبقى 80π. نيجي المساله دي، التاني ده مين ده؟ من هنا لهنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه راديوس. هو عاوز يجيب مين؟ السيركونفرنس. طب فين الباي؟ الباي موجود. طب بعمل قد الراديوس موجود وادي الباي، يبقى 2 باي راديوس، يبقى 2 تايمز الباي 3.14 تايم الراديوس اللي هو 10، وتدينا 62.8 طالما بالسنتي، يبقى نكتب سنتيمتر هنا من اول هنا لغايه هنا، مش مدولنا كله. يبقى ده مين؟ يبقى ده الدايمتر. الدايمتر بكام؟ ب21، وادي الباي موجود، اعرف اجيب السيركونفرنس. تمام، بنعمل ايه؟ الدايمتر تايمز مين؟ الباي، يبقى 21 تايم 22/7، وتدينا 66 سنتيمتر. هنا ال14 ده، ده من هنا من السنتر، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده راديوس، يبقى الراديوس بكام؟ ب14. وهنا ده الايه؟ الباي كام؟ 22/7، يبقى السيركونفرنس 2πr، يبقى 2 تايمز الباي 22/7 تايم الار اللي هو 14، وتطلع 88 سنتيمتر. يبقى الكلام اللي احنا قلناه دون نعيده تاني، لان الكلام دون مهم. يبقى احنا قلنا ايه؟
قلنا ان السيركمفرنس ايكوال ايه في قانونين 2 باي ار. الباي ده بيداري في المسألة، يقول لي ان هي 22 اوفر 7 او يقول لي ان هي 3.14 او يسيبها زي ما هي. طب الار ده اللي هو مين؟ الار ده اللي هو الراديوس. تمام، في قانون تاني؟ اه. القانون التاني اشيل ال 2 ار ده احط منه مكانه مين؟ الدايمتر تايم الباي. وحلينا من شوية، عرفنا بستخدم القانون ده امتى؟ لما يبقى فيه الراديوس. والقانون ده امتى؟ لما يكون فيه ايه؟ الدايمتر. وعرفنا ان الدايمتر، وعرفنا قبل كده ان هو برضو ممكن يتقال عليه ايه؟ longest chord. تمام كده. طب افرضوا بقى هو في المسألة ادانا السيركونفرنس وطبعا الباي موجودة، وعايز اجيب مين بقى؟ اجيب الدايمتر. يبقى لو السيركونفرنس موجود والباي موجودة، عايز اجيب الدايمتر. طب الدايمتر هجيبها ازاي؟ احنا عندنا ان السيركونفرنس ايكوال الدايمتر تايمز الباي. فهنا الرقم ده عشان اجيبه فبودي ده الناحية التانية عكس التايم او اديها ديفايدد. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى انا لو عاوز اجيب الدايمتر هعمل السيركونفرنس ديفايدد الباي. يبقى تاني، لو طلب مني الدايمتر والسيركونفرنس موجود، يبقى السيركونفرنس ديفايدد الباي يدينا مين؟ الدايمتر. ممكن نكتبها ازاي؟ ممكن نكتبها كده برضو، الدايمتر السيركونفرنس ديفايدد الباي. طب لو عاوز اجيب الراديوس، اه الراديوس ليها طريقتين، هما طريقتين. ممكن اقول هاف السيركونفرنس ديفايدد الباي، وفي طريقة تانية اه ممكن اقول ان الراديوس السيركونفرنس ديفايدد التو باي. الطريقة دي صح والطريقة دي صح. تمام كده. طب نشوف المسائل ازاي. يبقى تاني، قانون الدايمتر ايكوال ايه؟ اه الدايمتر ايكوال سيركونفرنس ديفايدد الباي. طب الراديوس، اه ده الراديوس ده نص السيركونفرنس، نص الدايمتر، يبقى هاف السيركونفرنس ديفايدد الباي او السيركونفرنس ديفايدد التو باي. طب نشوف المسائل. قال لي سيركل السيركونفرنس 44. يعني ايه السيركونفرنس؟ يعني الخط اللي بره ده كله المره دي هو اللي 44. تمام. طلب مني اجيب مين؟ اه بيقول لي فاين ذا لينس اوف دايمتر. وادي الباي موجوده. اه طب احنا قلنا الدايمتر المره دي السيركونفرنس اللي موجود. طب الدايمتر ايكوال ايه؟ اه ده قانونه السيركونفرنس ديفايدد الباي. السيركونفرنس اللي هو الكبير اللي بره ده بكام؟ ب 44. ديفايدد الباي اللي هو كام؟ 22 اوفر 7. ونعمل الديفايدد هيطلع كام؟ 14 سنتيمتر. تمام. طب لو الدايمتر ب 14، هي المساله خلصت. طب الدايمتر ب 14 اعرف اجيب الراديوس؟ اه الراديوس نصه هيطلع بكام؟ 7. طب نعمل المساله تاني. سيركل السيركونفرنس، اه ده السيركونفرنس اللي هو الخط الكبير ده اللي هو البريمتر اللي هو سراوند ذا سيركل بكام؟ 62.8 سنتيمتر. فاين دايمتر، اه يبقى انا لازم اعرف اجيب الدايمتر. اه طب القانون الدايمتر بيقول ايه؟ اه الدايمتر بيقول سيركونفرنس ديفايدد الباي. السيركونفرنس كام؟ 62.8 ديفايدد 3.14، ودي لما نعملها هتطلع 20 سنتيمتر. يبقى انا جبت مين؟ جبت الدايمتر. طب لو عاوز اجيب الراديوس، اه ده الراديوس نص يبقى 10. مساله تانية، كالكوليت ذا راديوس اوف سيركل. هنا السيركونفرنس 44، لكن المره دي طلب مني اجيب مين؟ اجيب الراديوس. وادي الباي. اه الراديوس ايكوال، احنا قلنا في قانونين الراديوس، ممكن اقول على طول نص السيركونفرنس ديفايدد الباي. تمام كده. يعني ايه نص السيركونفرنس؟ يعني هاف، سوري هاف circumference divided by half times circumference اللي هو 44 divided by اللي هو 22 over 7، وهتطلع بكام؟ هيطلع 7 سنتيمتر. طبعا ليها ايه اكتر من حل، بس في الاخر هيطلع ايه؟ 7. طب نيجي المسألة اللي بعد كده. قال لي السيركل، المرة دي برضو ادينا السيركونفرنس بالرقم دون، ادي السيركونفرنس وعاوز يجيب مين؟ يجيب الراديوس. اه ده الراديوس ده احنا قلنا ايه؟ يبقى بدل ما اكتب السيركونفرنس كله يبقى هاف السيركونفرنس ديفايدد الباي، يبقى هاف السيركونفرنس يعني تايم السيركونفرنس 62.8 ديفايدد الباي 3.14، وده هيدينا كام؟ يدينا 10 سنتيمتر. طبعا الطالب اللي عاوز يتاكد عندك، لو انت احنا جبنا الراديوس وادي الباي،
يبقى هيعمل 2 تايمز الباي تايم الار يدينا السيركمفرنس اللي هو كام؟ 62.8. طب نشوف المسألة دي، الريديوس بكام؟ الريديوس ب7. عارف اجيب الدايمتر؟ نسيت. طب اجيب ازاي الدايمتر؟ ادي السيركل وادي الريديوس ب7. ده الدايمتر، ده كل قدها مرتين، يبقى 7 تايم 2 يدينا كام؟ 14 سنتيمتر. طب ادي الدايمتر موجود وادي الباي، عايز اجيب السيركمفرنس كله. خدناها من شويه، الدايمتر تايم الباي يدينا السيركمفرنس، يبقى هي 14 تايم 22 اوفر 7، هيدينا الحل على طول ديفايدد 7 فيها 1 فيها 2 هيطلع 44 سنتيمتر او بالكالكوليتر. اللي بعد كده ادي الدايمتر، الدايمتر اللي هو ده كله، كله بكام؟ ب20. عارف اجيب الراديوس؟ ده الراديوس الهاف، هاف ال 20 يدينا كام؟ 10 سنتيمتر. طب الدايمتر موجود وادي الباي، اعرف اجيب السيركمفرنس؟ الدايمتر تايمز الباي ايكوالز مين؟ السيركمفرنس، يبقى هي 20 تايمز 3.14 ايكوالز 62.8 سنتيمتر. طب نيجي المسألة اللي بعد كده، المرة دي ادانا بقى مين؟ ادانا السيركمفرنس اللي هو اللي بره كله، وطالما السيركمفرنس موجود يبقى هعمل ديفايد، السيركمفرنس ديفايدد الباي يدينا مين؟ الدايمتر. يبقى هعمل 132 ديفايد 22 اوفر 7 يدينا 42 سنتيمتر. طب ده الدايمتر، اعرف اجيب الريديس؟ طب ما الريديس هو الهاف، يبقى هيطلع كام؟ 21 سنتيمتر. نيجي المسألة اللي بعد كده، بيقول لي لو هاف السيركمفرنس بالرقم ده، يعني هاف السيركمفرنس طلع بالرقم ده، عاوز اجيب الايه؟ اجيب الدايمتر. تمام، وادي الباي موجود، هي ليها طريقتين. اول حاجه ده هاف السيركمفرنس، طب اعرف اجيب السيركمفرنس كله؟ انا عندي هاف السيركمفرنس ب 1 5 7، يبقى السيركمفرنس كله توايس، يبقى 2 تايمز 1 5 7 هيطلع 314 سنتيمتر، يبقى ده السيركمفرنس وادي الباي. طب اعمل الاثنين ايه؟ طالما قلنا السيركمفرنس موجود هعمل ديفايد، سيركمفرنس ديفايد الباي ايكوالز الديامتر، يبقى الديامتر اللي انا عايز اجيبه يبقى 314 ديفايد 3.14 هيطلع كام؟ هيطلع 100 سنتيمتر، يبقى الحل هنا هيطلع بكام؟ هيطلع 100. تمام، هنا بيقول لي السيركمفرنس ديفايد الراديوس، سيركمفرنس ديفايد الراديوس. احنا قلنا لو قلنا عاوزين نقول عندنا الراديوس ايكوال سيركمفرنس ديفايدد 2 باي، تمام كده. هو هنا بيقول لي السيركمفرنس ديفايدد الراديوس، يبقى السيركمفرنس ديفايدد الراديوس هيدينا مين؟ يدينا 2 باي، يبقى السيركمفرنس ديفايدد الراديوس ايكوالز كام؟ ايكوالز 2 باي، تمام كده.